فلسطين. فلسطين هي من أحلى بلاد العالم، فيها السهل والجبل والخضار، هي كلها على مي، فيها كل الديانات، فيها الحضارة، فيها الثقافة، فيها كل إشي. شوف أحكي لك، تقدرش تحكي عن فلسطين وتحكيش احتلال، متزوجين بعض يعني، فأنت عقلك أوريدي بفكر فلسطين احتلال، صعب إنه يفكر في الأشياء الجمالية اللي فيها، لأنه فلسطين اسمها مرتبط باحتلال، في الصهيونية، في إسرائيل، في مستوطنين. اجتياح بيت لحم ومحاصرة كنيسة المهد، أنا واحدة من الناس اللي انحبست في البيت، بس أنا وصلت لحالات نفسية إني ما أحكي، إنه ما كان عندي القدرة إني أحكي من كتر الخوف اللي عشته، وأنا متأكدة إنه كتير ناس عاشوه. وأنا إذا في عندي مشاكل قصص واحتلال كثير بده يدمرني، أنا مش لازم أتدمر، أنا لازم يكون عندي طاقة إيجابية عكس وضد وتحدي إلها، لأني أنا عندي مشاكل كثيرة بس أنا رايح أسوي مصلحة، ممكن الجيش يهد داري كمان سنة بس أنا هون في المكان هذا عشان أرقص. إذا أنا ما بسوي هيك بموت. بس إذا المسرح بده يكون ضد سياسة إسرائيل مثلا، أو إذا في تقاليد مجتمعية اللي أنت ضدها وأنت بالمسرح بتعرضها، أكيد السلطة ضروري السلطة الحاكمة، حتى ممكن تكون سلطة دينية أو سلطة مجتمعية كمان تحارب هذا الشيء. لأنه البوصل رسالته اللي بيرمي حجر في الشارع إنه صاحب حق إنه يرمي حجر، هو الفنان اللي بيعمل موسيقى لهذا الحجر، اللي بيعمل مسرحية لهذا الحجر إنه على حق. بس هاي مقاومة، وهاي مقاومة كثير مهمة، لأنه هم قاعدين بيخسروا كل ثقافتنا بيسرقوها، فإذا إحنا ما ثبتناهاش بتروح علينا بتضيع. مش مهم إذا أنت بتنتهي لممثل كبير يعني هوليوود ستار، مش هذا المهم. نو no. إحنا عم نحمل ثورة، بمعنى الكلمة ثورة، ريفولوشن. If you believe in it، أهلا وسهلا حبيبي، you can join it. وبالتالي مش إنه أنا اخترت إنه أتعامل مع الموضوع السياسي، مع الفن السياسي كفنان وكممثل، لا، وإنما الإشي فرض علي. إذا أنا بتطرق لشيء مشكلة اجتماعية على المسرح وكتبت نصوص أنا اجتماعية إلها علاقة بالسياسة. أبوي استشهد. أولاد عم تستشهد، جيران استشهد، في كثير ناس، في ناس كثير أصحاب استشهد، في كثير أصحاب بالسجن، فأنا مش أحسن منهم. هدول الناس ليش استشهدوا؟ ليش ماتوا؟ لأنهم دوروا على حريتهم ولا حرية وطنهم، فأنا لازم أكمل رسالتهم، كمل الأشياء اللي هم كانوا يحكوا عنها.